اهلا وسهلا بنات، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير انتم كتشاهدوا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نخرجوا وبغيت نخرجكم معايا تسراو في هذا الربيع الزوين، وغادي ندوزوا لمناطق رائعه بزاف. صراحه هذه الخرجه ما كناش نهائيا عوالين عليها، غير المكتبه وكيف ما كيقولوا الصدفه خير من الف ميعاد. والحمد لله كتبت لنا رحلة رائعة جدا، غادي تعيشوا معايا الأجواء، غادي تعيشوا معايا لحظات زوينة بزاف. صراحة تعطلت بزاف باش حطيت هذا الفيديو. مهم، هذه الخرجة كانت في الويكند الأول ديال العطلة. العطلة كانت فيها 15 يوم، يعني الويكند الأول يعني السبت والحد اللي دازو. صراحة احنا توكلنا على الله، قلنا بسم الله وركبنا في الطوموبيل وزدنا. ما كناش نهائيا عارفين لا فين غادين لا فين غادي نمشيو. قلنا دعاء السفر وتوكلنا على الله كيف ما قلت لكم. جات قدامنا، وصلنا لوتوروت، جات قدامنا بلاكه ديال طنجه والخميسات، وبقينا كنختاروا. ايوا الطوموبيله كتبت ليها الدور جهه الخميسات. دابا هاد الطريق اللي كتشوفوه هي ديال سيدي علا البحراوي. مناظر صراحة زوينة بزاف، والجو كان رائع جدا، ومع هاد الخضورة ومع هاد الربيع هانتوما غادي تشوفوا معانا فين غادي نمشيو اليوم ان شاء الله. وفي هاد الاثناء غادي نخليكم تستمتعوا معايا بالطريق، وغادي تعيشوا معايا هاد الرحلة لحظة بلحظة. غادي نحاول نتقاسم معكم ان شاء الله كاع اللحظات، وهانتوما معايا. وها هي بدات كطيح علينا الشتيوة. كانت الصراحة الشتا بزاف خير الله، كان الجو مخلط، مرة كتبان الشميشة مرة الشتا. حنا غادي نشوف البلاصة اللي غادي تكتب لينا فيها وغادي ننزلو فيها ان شاء الله. مهم صراحة كيف ما كتشوفوا السما كانت يعني ما كانش الغيم بزاف، ولكن كانت الشتا يعني كنزيدو واحد المدة كنلقاو الشتا مجهدة، عاوتاني واحد البلاصة واحد المنطقة كنلقاو فيها الشميشة. ايوا هذا هو فصل الربيع الحمد لله. وسمحوا لي بزاف حيت عطلت عليكم هاد لا فيديو هادي، غير حيت ما كنتش كنلقى الوقت باش نمونطيه. صراحه تبارك الله الطريق كامله ما بين قنيطره والخميسات كلها زوينه، كلها خضوره، كلها شجر تبارك الله والحمد لله. المناظر صراحه جميله بزاف. كاين سيدي علا البحراوي، موراها كنظن دايت رومي، هادو كلهم مناطق اللي يعني ما معروفينش بزاف، وانما زوينين بزاف، فيهم طبيعه جميله بزاف كيف ما كتشوفوا. والحمد لله بقينا غاديين حتى لقينا راسنا وصلنا لمكناس. الطريق الحمد لله ولا هاد لوطوروت سهلت الامور ولله الحمد، وصلنا بخير وعلى خير المكناس. ودابا غادي نشدو واحد الوجهه ولا واحد المكان من اروع الامكنه ولا من اروع المدن في العالم. والحمد لله الصراحه اللي ربي كرم علينا بهاد النعمه ديال الشتاء في هاد الوقيته هادي. الاراضي ولا الزرع ولا الفلاحه كاملين كانوا محتاجين لهاد الشتاء. الحمد لله الزرع هكا بدا حتى كان بدا كيبس شويه، عاوتاني الحمد لله بدا كيخضر حيت هاد الشتاء هادي جات في وقتها. الحمد لله على هاد الخير اللي كيعطينا الله، والدنيا كامله خضره سبحان الله العظيم. وبهاد المناسبه بغيت نقول لكم صراحه بان السفر شي حاجه اللي مهمه بزاف في الحياه ديالنا، لان الحياه ولات فيها ضغوطات، لا من ناحيه العمل لا من ناحيه بزاف ديال الاشياء. اذا ما فيها الانسان ما فيها بس الانسان يخرج واحد نهير هكا في الشهر ولا في شهرين ويفوج فيه شويه. ودابا اكيد عرفتونا فين مشينا، دخلنا للمدينة الرائعة والمدينة الجميلة إفران، والحمد لله أننا تصادفنا مع الثلج. ما كناش نهائيا عارفين أننا غادي نمشيو لإفران، وما كناش عارفين أننا أصلا غادي نلقاو الثلج، ولكن ما شاء الله لقينا الثلج تبارك الله طايح بمعنى الكلمة، ولقينا البرد. يعني كيف ما شحال ما كنا لابسين ديال الحوايج
ماشي الحوايج ديال الثلج وما جايبين لا صبابط لا ليكات لا حتى شي حاجه، يعني سبرديلاتنا عاديين وصافي. ولكن الحمد لله ديما الحاجه اللي على غفله كتجي زوينه وكتجي حلوه بزاف. لقينا نيت الشتا كطيح في افران وسميتو هارون فرح بزاف ملي شاف الثلج، حيت ملي كان جا الافران كان جاري وهو صغير، دونك دابا اول مره غادي يشوفه وهو هكا عاقل مزيان وغادي يلعب بيه. صراحه المنظر زوين بزاف، وحتى حنا فرحنا الصراحه، وخا حنا كبار حتى حنا فرحنا ملي لقينا الثلج. وفي هاد الوقيته هادي صراحه شي حاجه زوينه بزاف، والصدفه اللي زوينه بزاف الحمد لله اللي كتبت لينا. ومن حدنا كنزيدو ندخلو الإفران اللي هي من أنقى المدن في العالم طبيعة الحال، وحنا كنلقاو الثلج كيزيد وكيتكاثر. صراحة في هاد الوقيتة بالذات كنت بغيت نخلي الصوت الحقيقي ديال الفيديو، ولكن كنت بغيتكم تسمعوا هارون شحال كان فرحان بزاف وكان كيغوت حيت شاف الثلج وداك الشيء. ولكن انا كنت مغطيه بالهضره ديالي، كنت كنعاود حاجه واحده هي انني وعباد الله جايبه غير سبرديله، وعباد الله جايبه غير سبرديله غتدخل لي الماء. هادشي فاش كنفكر زعما لا اله الا الله، الناس كيفكروا فرحنا للثلج والجو، وانا كنفكر في السبرديله اللي جايباها متقبه وغادي تدخل لي الماء. ونخليكم تستمتعوا معايا بهاد المناظر الجميلة وهذا الرداء الأبيض ديال الثلج ومع الأشجار الخضراء. منظر جميل بزاف، والحمد لله أننا وصلنا في الوقيتة اللي كان فيها النهار، يعني باقي العشية، يعني باقي الضوء ديال الله كاين، باقي السما كتبان لينا، باقي الثلج باقي كيبان لينا كلشي الحمد لله. استمتعنا بزاف بهاد الوقيتة هذه، يعني الحمد لله ما وصلناش حتى الليل، وسبحان الله العظيم غير هذاك النهار اللي كنا صادفنا معاه هو اللي طاح فيه الثلج، واللي قبل منه ما متاكداش. المهم غد ليه كان جات الشميشه وذوبت سبحان الله العظيم داك الثلج كامل، يعني صافي الشمس دغيا الا جات كذوب الثلج سبحان الله العظيم. والحمد لله حنا شاركنا بيناتهم بجوج، والحمد لله حنا دخلنا لمدينة إفران. نخليكم تستمتعوا معايا بالجمال ديالها وتستمتع معايا بهذه الوقيته بالذات اللي طايح فيها الثلج. صراحه افران واخا كنمشيو ليها كل عام، واخا نمشيو ليها حتى جوج المرات في العام، دائما سبحان الله كيبقى هذاك لو شارم ديالها خاص. يعني اصلا افران مدينه معروفه يعني عالميا، الانسان يتمتع بلاده هي الاولى، عادي يشوف بلدان اخرى. وصراحة من هذا المنبر كنحيي السكان كامل ديال مدينة إفران، وكنقول لهم الله يحسن لكم العوان. صراحة الله يحسن لكم العوان، عرفتي انا غدا كنشوف الديور كاملين متلجين، يعني شحال قدهم يديروا ديال العواد، شحال قدهم يديروا ديال الريشوات ديال الضو. ما عرفتش صراحة شنو باش كيسخنوا هكا، كيفاش المرأة كدير تغسل المواعين، كيفاش كيطيبوه، كيفاش. صراحة الله معكم وصافي الحمد لله على كل حال. لكن الإنسان اللي عايش في بلاصة كيحاول يتأقلم معها ويولف ويولف عليها أكيد. المهم صراحة لقينا البرد، صافي يوم فكي يكون تلج راه كيكون البرد ديال بصح. وغادي نخليكم مع هذه الجولة الخفيفة في مدينة إفران،
وكيف ما قلت لكم واللي بقوة ما متشوق للثلج يقيسو بيديه، كي نزلنا من الطوموبيل مشى ليه نيشان. مرحبا بكم معايا اليوم في المدينة الجميلة إفران، المدينة الرائعة والساحرة. الحمد لله اليوم تصادفنا مع الثلج، جينا غير بالصدفة، ما كناش كاع واعيين عليها، وكاين البرد بزاف والحمد لله هذا كاين الثلج. صراحة ما كتبش لينا نجيو ليها في شهر واحد وشهر جوج وداك الشيء، ما كتبش في فصل الشتاء، والحمد لله أن جينا لنا في هذه الوقيتة مكتبة وصافي. المهم هانتوما معايا، غادي ندوركم معايا إن شاء الله. الجو رائع بزاف. ها هو التلج بيض تبارك الله. الجو زوين بزاف كيف كتشوفوا معايا، والتلج تبارك الله، والناس خارجين، جاب الله جمع العطلة. يا سلام. وحتى هارون فرح بزاف حيت جا التلج، كان باغي يجي ليه صراحة حتى هو المرة الأولى. ايوا الحمد لله بعدا اللي كتبت لينا هاد الصفيرة هادي، ديما الحاجة اللي على خفلة كتكون زوينة. هارون عجبك الحال؟ ما تشيرش عليا دابا، صافي دابا غير اللي يهضر معايا يزتل ويشير عليه. يا سلام على المدينة الجميلة في الليل حول المساء، او مازال ما جاش الليل ولكن قريب ان شاء الله. تحية لهاد الصباح هذا اللي لحد الآن مازال كتلقى الدنيا عامرة حداه، واللي جا ولا بد يتصور معاه. وها هي إفران، والشتيوا كطيح وبحال والو يقدر يطيح الثلج. نعم راية المغرب شتيها المملكة المغربية، راهي داك التران، راهي شفتيها هارون، راهي داك التران ديال الطريق كيتساراو فيها. والمناظر الخلابة، الحمد لله الحمد لله على بلادنا الصراحة. وها هي إفران في الليل، الأضواء شعلات، ومنظر رائع، وتاني ومنظر واحد اخر، منظر زوين بزاف، خليكم تمتعوا معايا بيه. نعم الصباح هنا كانت مستوغي على رجلينا، ماشي الله نسخنوا شي شويه، حيت ما جبناش الحوايج بزاف قلنا البرد. ومن بعد ولا بد نقلب عليها باش نسخنو على شي بلاصه نسخنو فيها، ومشينا نتعشاو عند هذوك اللي تيشيو الدجاج فوق الفخر هكا، ونيس كان فينا الجوع صراحه، راكم عارفين مع البرد ومع كنا كنتمشاو، مشينا وتعشينا ومشينا شفنا واحد الدويره. كيف قلت لكم لقينا واحد الدويره بعدا غير فين باتو، حيت لقينا فريمون كل شي عامر، وكاع الديور اللي فيهم العواد عامرين. جاب الله السيد مسكين اللي كرمنا هاد الدار، كرمنا بهداك الريشو ديال الضو، هو اللي بقينا سخونين بيه وبالمانطات وداك الشيء. والله العظيم عرفتي فريمون كان الدار من كلاسيا صراحه، الله يحسن العوان الناس اللي ساكنين تما صراحه. صباح الخير عليكم، حنا خرجنا من الدار اللي كنا خدينا، ودابا غادي نمشيو نفطروا وغادي نشوفوا شنو مازال كاين. هذه هي الدار اللي كنا فيها، ما نقدرش نصورها لكم حيت كنا مزروبين. المهم الا بغيتوا تفاصيل اكثر عليها نعطيها لكم ان شاء الله. والحمد لله النهار الثاني صبحت فيه الشميشه، وكيف كتشوفوا الثلج تقريبا كامل دابا. جينا دابا نفطروا باش ندفيو نيت راسنا شويه. خدينا الملوي، البيض بالخليع، والبيض هكا اومليت عادي بالفخوماج حمر،
والكيسان بقوتهم الكلاصين كلهم طرطقوا لنا باتاي، عاد بدلتهم لينا. وسبحان الله العظيم كاع داك الثلج تقول واش بقى ليه الاثار هكا. بقى غير بقاو شي بلايص هكا خفاف اللي فيهم الثلج، حتى هاد الشميته الحمد لله جات دافيه ودفات الناس هكا شي شويه. كان هاد النهار الحد وكانت الدنيا عامره. واللي جا الإفران بطبيعة الحال ما بقى ليه والو لجبل ميشليفان إلا واحد 4 ساعة ديال الطريق. داكشي علاش دابا بغينا صراحة نمشيو ليه، نمشيو لجبل ميشليفان. هو واخا ما كتكونش تلج في إفران، هو ضروري كيكون باقي فيه شوية تلج، والنيس كتكون فيها هكا الدنيا شوية عامرة، كيكون التلج فين يلعبوا الدراري. بغا هاروني تيتزلق شوية في التلج، وقلنا علاش لا نمشيو لتما ونديوه، ومن تما ديك الساعاتي نرجعو إن شاء الله بحول الله. وهانتوما معايا. راه هو فين كيبان الجبل عامر بالثلج، ماشي عامر كاع وانما بعد فيه الثلج. ها هو جبل ميشليفن وصلنا ليه. ما كاينش تزحلقات بزاف حيت ما كاينش الثلج بزاف، ولكن المهم جبنا هارون يلعب شي شويه بالثلج. صراحه الجو زوين بزاف، كاين الشميشه والسما زرقاء. انا وقفت غير هنايا حيت ما قدرتش نطلع للفوق، خفت لنزلق. ها هو كامل شحال لعبنا فيه. وهنا كيسالي هاد الفيديو ديالي ولا هاد الفلوق ديالي، وهنا سالت الخرجة. دابا ان شاء الله غادي نشدو الطريق ونرجعو في حالتنا القنيطرة. كنتمنى يا ربي تكونوا دوزتوا معايا وقيتة زوينة بزاف، وتكونوا سافرتوا معايا. بالنسبة للناس اللي ما خرجوش في العطلة، اللي ما ساعدتهمش الظروف، او اللي ما صلحش ليهم يسافروا لظروف ما، كنتمنى تكونوا فوجتوا معايا شوية. وإلى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من اللايكات، وإلى كان كيعجبكم بحال هاد النوع من الفيديوهات خليوها ليا في التعاليق. وإلى اللقاء والفيديو الجاي إن شاء الله.